الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. اعلموا رحمكم الله أن من أعظم ما تميز به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفتهم بأصول الفقه، وهذا الكلام قد يكون غريبا قليلا. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة تربية عظيمة على التأصيل الأصولي، لكن ليس على أنه فن يحفظون فيه متونا ولا شيء، لا، وإنما تطبيقات. فمن أعظم مناهج الصحابة التي تميزوا بها علميا وفاقوا جميع العلماء وكل العلماء من بعدهم ينهلون من مواردهم هو التأصيل، هو التأصيل. فكان صلى الله عليه وسلم يؤصلهم ويربيهم على تطبيق القواعد الأصولية، بس ميب على أنها الأمر يقتضي الوجوب والقياس والإجمال، لا لا لا، وإنما كانت تطبيقات. هذه القواعد ما صيغت بهذه العبارات إلا في عصور متأخرة، ولذلك إذا قيل لك من أول من ألف في أصول الفقه استقلالا هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، لكن تطبيقات الأصول كتطبيقات من عهد الرسول. وأضرب لكم أمثلة خفيفة من باب التوضيح فقط. المثال الأول في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أجامع امرأتي فأكسل أفأغتسل؟ وكانت عائشة جالسة، ما أجابه على طول، أجابه بقاعدة أصولية لكنها تطبيقية لا لفظية، قال: إني لأفعل أنا وهذه ثم نغتسل. هذه ترى قاعدة أصولية، وهي أن كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت في حق أمته تبعا إلا بدليل الاختصاص، قاعدة عظمى عند الأصوليين، سنأخذها في باب العام والخاص إن شاء الله. مثال ثاني في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني أنا أبيض والحرمة بيضاء، الأخ الكريم هذا جاء من وين السواد من هذا؟ هذا جاء أسود كيف؟ فلم يجبه مباشرة، استعلى وجه، ما يصلح كذا، عيب عليك، هذه حرمتك مهما كان، لا لا لا، الرجل زرع في قلبه شك عظيم، فاجتث هذا الشك قاعدة أصولية. لله در الأصول، لله در الأصول. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: وما ألوانها؟ قال: حمر وبيض يا رسول الله. قال: هل فيها من أورق يميل لونها للسواد؟ قال: نعم. قال: أن هذا الناقة حمراء والأبو أبيض، هذا يطلع من وين هذا؟ قال: لعله نزعه عرق من آبائه يا رسول الله. قال: وولدك هذا، شوف كيف القاعدة الأصولية، قال: وولدك هذا لعله نزعه عرق. قاعدة أصولية عظيمة تجتث الشك من القلوب، وهي قاعدة إيش؟ أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، وهي قاعدة القياس العامة، الحاق أصل بفرع في حكم لعلة جامعة، تربية نبوية على قواعد الأصول. ولذلك تفوق الصحابة، ولذلك أغلب الصحابة ما حفظوا القرآن، وكثير منهم لم يحفظ السنة، بل كثير منهم ليسوا رواة للسنة، كيف تفوقوا مع أنهم ما حفظوا الأصول؟ لا نشغل الناس بحفظ الزاد ولا بحفظ، مع أنها طيبة، لكن إنني أخرج ماذا؟ أخرج مقلدا. لو سألتك كيف استنبط صاحب الزاد هذا الحكم اللي حفظته الآن من دليله؟ قال: ها، ما فيها في العلم، كيف استنبط؟ أشغلته أنت سنوات ويحفظ الزاد ثم لا يعرف طريقة استنباط، هذا غلط. سنة واحدة ويدرس الأصول يطلع لك عالم من العلماء، سنة واحدة فقط، واحد، ترى ما أهون من حفظ الزاد أبدا، ولكن لا ينبغي أن نشغل الناس في جوانب العلم ونترك إيش؟ نترك الأصل، وهو تعليمهم أصول الفقه، تعليمهم أصول الفقه. جاء عمر رضي الله تعالى عنه يوما من الأيام فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني قبلت امرأتي وأنا صائم. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة أصولية
قال أرأيت لو تمضمضت يا عمر، مع أنه قد أوتي جوامع الكلم، كان يقول ما في مشكلة لا بأس عليك وانتهت، لكن لا يريد أن يربي على التأصيل لأنه سيموت عليه الصلاة، ولن يبقى من يدير الدنيا إلا هم، فلا بد أن يتربوا في قاعدة التأصيل عشان يعرفون الأحكام المسائل والوقائع الجديدة اللي بتجيهم. لما يعرف الأصول يا أخوان والله ما عنده، ما يصير عنده استعداد يتفهم المسائل الجديدة والوقائع الجديدة. تكفون يا أخوان، والله ناصح لكم، لا تنشغلوا عن أصول الفقه ولا تتعقدوا من كثرة مباحثة، ابحث لك عن كتاب مناسب أو عالم مناسب حتى يبين لك على الأقل بداياته، حتى تكون عندك الأهبة والاستعداد الذهني والعقلي والفكري في قراءة أصول الفقه، ترى فيها خير عظيم، والله والله فيها خير عظيم، تكفون خير عظيم. فقال فما يعني ما في مشكلة إذن، هذا قياس، قاعدة القياس هي قاعدة القياس هي، ما قال هذا القياس ألحق فرع بأصل وشروط القياس، لا 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 لا، تطبيقات، المهم في الأصول التطبيقات، الحفظ والتعريفات، وهذا ندوخ كبير ترك تعريف اختلفوا على 9 تعريفات واعترض على التعريف، كل هذا مهم من أصول الفقه، هذا تضييع، تضييع عن المادة، خذ القاعدة بس ترك التعريفات، وهو المنهج الذي سأدرسه، وإن كان كثير من الدرس إن شاء الله، وإن كان كثير من الأكاديميين لا يريدونه ولا يحبذونه، لكن ما ندخل في أحد. هذه الطريقة التي ربيت عليها نفسي وسأربي عليها إخواني وسأنصح فيها الأمة، وأسأل الله عز وجل أن أكون صادقا في ذلك ومصيبا في ذلك بإذنه عز وجل. اختلفوا في تعريف النسخ على 3 أقوال، القول الأول ثم اعترض على القول الأول وسأجاب عن الاعتراض، راحت الحصص والمحاضرات كلها في تعريف، وين الزبدة؟ عطنا عطنا قواعد النسخ، عطني كيفية التطبيق عليها، ما يصلح الدراسة اللي في الجامعات الآن، ما تصلح بهذه الطريقة، تعقد الناس في من أصول الفقه، هذا فن عظيم لا نكره الناس فيه، لأنه يحبب الناس في الشر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثتم، إنما بنروح بتروح درسنا في هالمقدمة، إنما بعثتم أخي ميسرين، يسر على الناس، تعقدوا الطلاب، تعقدوا الطلاب من أصول الفقه، يقول مذكرتك كذا عليه خلص الاختبار خلاص ما عندي مين، قطوا مذكرات، ما حاكت قلوبهم هذه المذكرات، تعقيد هذا، هذا تعقيد في أصول الفقه، قط المذكرة العلمي قطة، خذ نهمة منه ويرميه، تشوفون أنتم في على الدرج وتحت السيارات وفي مواقف الجامعة، ليه؟ لما لم يحترم الطالب هذه المذكرة؟ لأنها ليست أهلا للاحترام، ما احترامها لأنها ما خالطت قلبه ولا خالطت بشاشة روحه، ولا يرى أنها مستحقة للاحترام، لأنها مصدر من مصادر تعقيده يا رجل، صفحات كثيرة كلها في خلاف العلماء في تعريف الأمر، دوختوني يا أخي، هذا أمر استدعاء الفعل من هو دونه، وأنت تعرف واحد يكفيني، لكن عطني قواعد الأمر ودربني على كيفية التطبيق عليه، هذا هو الذي يصنع الطلاب ويصنع أصول الفقه. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قبلت امرأة أجنبية عنه، فقال صلي معه، فصلى معه، فلما سلم قال يا رسول الله فعلت كذا، فأقم علي كتاب الله، أقم فينا الحد، فقال أليس قد صليت معنا؟ قال بلى، قال فاذهب فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حد. اسمع الآن التطبيق الأصولي له، قال يا رسول الله أهذا، قال رجل يا رسول الله أهذا له خاصة؟ قال ماذا؟ قال بل للناس كافة. هي القاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، تربية، ما دوخ الناس في التعريفات ولا دوخ الناس في التفصيلات ولا دوخ الناس في طبق، خذ القاعدة دليلين ثلاثة طبق، خل حياتك كلها تطبيق قواعد أصولية. حتى لو قالت زوجتك يوم من الأيام أنا ما بشاورك يا أبو محمد أروح لأهلي ولا أروح للعرس الفلاني، قل له والله هما مصلحتان، والمتقرر في قواعد الأصول أنه إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتوفيت أدناهما، وذهابك إلى أهلك فيه صلة وفيه إجابة دعوة، وذهابك إلى هناك فيه إجابة دعوة، هذه مصلحتين وهذا مصلحة، إذا رجح طبق، تتعود دائما على التطبيق. واحد حرام تجايب بزير وترضع بزيرها، وصار في وقت القهوة، في وقت القهوة حطت الدلة، صاحت البنية حطت الدلة وراحت قاويها، يقول وزعلت شوي، يقول لا صد عني وقهوتي وتروح البزرة، يقول فتأملت
فإذا تفويت القهوة عندي يفوت إلى بدل وهو أني أقهوي نفسي، في المشكلة؟ لكن ذا البزير إلا ما رضعت وقامت صيح، وين أجيب لها ديد من ثاني؟ وين أجيب لها حليب من؟ فإذا ترضيعها يفوت إلى ترضيعها يفوت إلى ترى هذه عادتي أنا في التعليم، أنا لا أتخير الفاضل ولا المهم المعلومة تصل. هذه تفوت إلى بدل وهذه تفوت إلى غير بدل، والمتقرر في قواعد الأصول أن مراعاة ما يفوت إلى بدل إلى غير بدل أولى بالتقديم مما يفوت إلى بدل. تقرأ القرآن وأذن، عبادة الترديد تفوت إذا انتهى الأذان إلى غير بدل، عبادة القراءة تنقطع شوي وبعدين تقرأ. فهمت؟ هذه أصول الفقه تمشي معك في حياتك الاجتماعية والدينية والشرية والاقتصادية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة على مسألة أصول الفقه.